ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا هعترف لكم بسر، انا بحب الملوخية جدا جدا جدا، بس للأسف عندي محدش بياكلها في البيت خالص، فلما بحب اكلها بروح عند ماما او حد من اخواتي يكون عاملها كده واكلها كده بعيش بقى برز بشعرية، الله عليها. المهم انا علشان اجيب ملوخيه في البيت واقعد اقطف ملوخيه واخرطها بالمخرطه علشان اكل لوحدي، ده ما بيحصلش خالص، لان انا دايما دايما بعمل الاكل اللي الولاد بيحبوه، تمام. فقلت لا، طب انا يعني انا هاكل الاكل اللي بحبه وفي نفس الوقت برضو ما اقصرش من ناحيه الولاد، فعلشان اسهل على نفسي قوي الموضوع جبت كميه ملوخيه وبعدين غسلتها كويس وقطفتها لما نشفت يعني، وبعدين جبت الكبه وحطيت فيها الملوخيه مع شويه شوربه. انا ضربتها في الكبه من غير شوربه، ما نفعتش، ما اتفرمتش معايا، فبعدين رحت قلت خلاص جبت شويه شوربه وحطيتهم في الكبه والملوخيه بتاعتي اتفرمت زي ما انتم شايفين، وبعدين حطيتها بقى في الفريزر لما اجي اعمل ملوخيه اطلع، حطيتها كده كميه على قدي، لان طبعا زي ما انتم عارفين ما حدش بياكلها، فحطيت كده كل اكياس. لونها اخضر على فكره، بس التصوير مش واضح قوي، لونها حلو جدا وزي الفروزن اللي بنجيبها من بره، لان انا جربت الفروزن اصلا وما عجبتنيش. فهاكل كل اللي في نفسي بقى، ولو نجحت الطريقة، انا مش عارفة هنزل الفيديو ولا لأ، لو لقيتها حلوة وزي الفريش بالظبط هعتمد الطريقة وهنزل الفيديو وهقول لكم انكم تعملوها بالطريقة دي، اسهل بكتير جدا ما تجيبي المخروطة وتقعدي تخرطي الملوخية والكلام ده، حتى لو كنتوا عيلة وبتحبوا الملوخية وبتعمليها كل يوم. خلاص هسيب الملوخية دلوقتي بتاعتي تفك براحتها ونعملها مع بعض، يلا بينا. انا هنا حطيت حلة على النار فيها حاجة بسيطة جدا من السمنة، سمنة بلدي، وحطيت دلوقتي فص ثوم وهحمر فص الثوم دوت فصين كده، بتفرق جدا في طعم الملوخية لما نيجي نعملها كده. خلاص الثوم بتاعي اخد لون اهو، شايفين؟ ما تغمقيش اكتر من كده علشان ما يمررش معاك. هضيف الشوربة بتاعتي بسم الله، هسيبها تغلي. اول ما تغلي كده بقى هضيف الملوخيه بتاعتي من الكيس كده على طول، كده بس للملوخيه، وهطفي النار على طول كده، ما بغليهاش كتير. خلاص طبعا بتحبيها تقيلة بتحبيها خفيفة شوية، انتي وراحتك خالص. يلا بينا بقى نعمل الطشة. هحط معلقة سمنة، هحط التوم بتاعي بسم الله، اول ما يبدأ ياخد لون كده هحط كزبرة ناشفة، دي اختيارية لو مش بتحبي الملوخية يعني بالكزبرة عادي تاخد لون بقى بسرعة كده بسم الله. ولازم بقى ايه نحط شويه كده بسم الله الطاقة، ونرجع نرجعها تاني بسم الله. ماما قلتيش كده ليه؟ يقال ان الشهقة بتاعت الملوخية دي جاية من ان هي الست كانت بتعمل ملوخية وحمرت التوم وهي بتحطها على الملوخية، فعملت الصوت ده، فالست اتخضت وعملت كده فاتخضت تمادوها شهقة بقى. تعال نشوف الملوخية بقى بسم الله، ولا سقطة ولا اي حاجة، وريحتها تحفة تحفة تحفة. عايزه تتقلي بقى، عايزه تقللي بس كده، السمك بتاعها مظبوط بالنسبه لي جدا. طب تعالى ادوق بقى بسم الله. محدش هياكل مكاني فاحط المعلقه عادي براحتي. لا حلوه يا بنات، حلوه بجد، جربوها. يلا هستنى رايكم في الكومنت، لو بتعمليها بطريقه تانية يا ريت تقولي لي. ما حطيتش سكر معاها وانا بعملها علشان كنت حاطه نص معلقه وانا بفرمها في الكبه. تمام، اشوفكم في فيديو جديد، يلا باي باي.